إذاعة زدن العلمية تقدم نصيحة لمن يلعبون الألعاب الإلكترونية. أغلبهم ما يقدر ينتقل من مرحلة إلى مرحلة إلا بعد ما ممكن حتى يسوي شيء يهجم الملة. نعم، الله المستعان. هذه الألعاب الإلكترونية مثل لعبة ببجي وغيرها، هذه ألعاب خطيرة يا شباب، يا أيها الأبناء. أعداء الإسلام يخططون تخطيطات لأبناء المسلمين للتأثير على عقولهم وعلى أفكارهم ولتضييعهم، تضييعهم للصلوات. فتجد هذا الشاب يبقى ساعات طويلة على هذه اللعبة، قد تناديه أمه أو أبوه وهو ما يدري فين، في عالم آخر قد لا يسمع. تمر الصلوات وهو مشغول لا يستطيع يقول أن يترك اللعبة، متصلة، حرب متصلة. بعضها قد لا يسمح له أن يعني ينتقل لمرحلة إلا بأن يعمل كما ذكر الشيخ، إما أن يعمل عمل كفري أو يقتل شخص من الناس أو يعمل شيء من الأشياء، فهذا أمر خطير. قد سمعتم قصص وحالات من القتل، صغار يعتدي ويقتل غيره. ما السبب هذه الألعاب الإلكترونية؟ واقرأوا في تحذيرات العلماء وفي خطب ولله الحمد مسجلة بالتحذير منها، فاحذروا منها أيها الأخوة، احذروا من هذه الألعاب. العب الشيء اللعب المباح يكون بدون تضيع للوقت شيء، نقول ساعة وساعة، لكن لا يكون في أشياء فيها من الصور الفاضحة، فيها من الموسيقى، فيها من ضياع الوقت، فيها من التأثير على الدماغ، تؤثر على دماغ الشاب الصغير، تسبب له أمراض كالتوحد. وهذه تقريرات موجودة، تقارير موجودة في هذا، فلها أضرار خطيرة. نسأل الله تعالى أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، وصلى الله وسلم عليكم.